السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. اليوم اخوتي غادي نبارطاجي معكم فيضان خاص في المغرب، اخطر واد خاص في المغرب. هاد الايامات كانت العاصفه الرعديه خاص اقليم الرشيديه، وقررت باش نبارطاجي معكم هاد الفيديو. في نفس الوقت ننصحوا الناس، هادو الناس امازيغ كيقطعوا الواد بواحد الطريقه سلبيه كما شفتوا اللقطه في البدايه ديال الفيديو. هاد الناس عليهم فيضان وعاصفه رعديه، ومن بعد كيقطعوا الواد بواحد الطريقه خطيره. انا اش غادي نقول لكم؟ انا جاني غريب. هادو امازيغ كان متمازيغ تارسوني حتى شي حيت، وكنت نغيلات رانا دبيناتي في سي الطريقه يا ضنين اللي ورسني يسلغ الخطر. المهم الخيرات كل راه في لاس نساول. المهم اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. عجبني هذا الفيديو بهذه الطريقه اللي داروا هاد الناس، وقررنا باش نبارطاجي معكم. في نفس الوقت ننصحوا الناس، حذاري ثم حذاري من الفيضان، حذاري من الاوديه، راه واد ما مع الضحك. بحال هاد الناس جاو هما كيقطعوا الواد كيمشيو يرجعوا وكيهضروا بالامازيغيه وكيضحكوا وكناشطين هما مع راسهم، هما عارفين بان واش كيحبوا الواد، ولكن كيعجبهم الواد كيعجبهم السيول، ولكن بواحد الطريقه خطيره. يقدر له حد السلام هذيك القنطره تهرس، يقدر يديهم الواد. اش غادي نقول لكم؟ هادشي خطير بزاف صراحه، والله الا خطير. كنشوفوا الناس بواحد الطريقه خطيره بزاف. الواد جاو بواحد السرعه خياليه، واد خطير، وهما عندهم واحد الطريق تما صغيره بحال القنطره غادي تشوفوها هنا في الفيديو كما كتشوفوا معنا. الناس كيقطعوا الواد بواحد الطريقه خطيره بزاف، والواد مجهد بزاف. يا ربي السلامه، هذه المنطقه ماشي اقليم الرشيديه، ولكن هذه المنطقه ربما تكون كاين فيها امازيغ بواحد الطريقه خطيره. الناس بزاف ديال الناس واقفين كيتفرجوا في هذا الواد، كيقطعوا الواد بواحد الطريقه. المهم حذاري ثم حذاري بالودان، حيت هادشي خطير بزاف، ما معهاش اللعب، واجب ترطوا بالكم. امطار غزيره اللي دازت هاد الايامات خاص اقليم الرشيديه، شفنا السيول شفنا فيضان، ولكن ما حاولتش باش نبارطاجي معكم. كنا مركزين على المنتخب المغربي امام امريكا، وكنا كنحطوا لكم فيديوهات ديال الوداد البيضاوي دوري ابطال افريقيا. هذا هو السبب ما شاركتش معكم الفيضان ديال اقليم الرشيديه اللي الوداد بواحد الطريقه خطيره. شفنا الوداد صعب في اقليم الرشيديه، شفنا واد خطير بزاف بين كازا ومراكش. هادشي كاين باش نكونوا واضحين، وما كانتش عندي الوقت باش نشارك معكم هذا الفيضان. راكم عارفين القناه ديالي معروفه بالسيول، ولكن قررت باش نبارطاجي معكم هذا الفيديو. حذاري ثم حذاري من الواد. غويد قال متني امازيغ، متني قالي امازيغ، اردسني التعزواتي فاردسني التعزو الفيضان، وكان خيرات كله سكرن تني سكرن قيس الغلط، ولكن المشكله اللي سكرن وراد لي السني زد اسيفي قدر رفلسني هاجم، ورسني زد اسيفي ريت زياد حيت اسيفي تن عرفتي تاشكاسي الطريقه يسهل، ولكن مع المدة غادي يتزايد وسيف، يقدر القنطر ترى طرز، يقدر هذا سني سبب بزاف من المشاكل. نتنا زيكيزن صافي، نتني مالك سكرنا لك اسيدي ايش كاد وسيف انزري في قل القنطر تاع ما كيس نخسر هاك عارف جي جي ميك نظر نتنا الزرين غادي قل القنطر تاع صافي لك عادي جدا عادي ور نقصد والو عادي اسيف هلايا. ولكن خصو ترى من البال، الله يرحم ليكم الوالدين، راه ترات البال، هاتي الحياة نون الخطر اخت لا
عرفتي وانا الدلعاك راه تولي داسي يوقع والو، ولا الدلعاك راه غير اللي داسي يتوقع انا غير سافنا تو جو دغيك عزيز بنتنا غير عرفت ترقاسنا كان القندرتي هاد القندرتي مي كوكات بلا رقيت عرف لا الزيكيز صافي في الجيج نتني كراوي ديالنا على سنتين عاود تقصد موال غير بيات عرفت نتشجع على كراوي صافي اسي في سيادة الطريق جهدنا هاك اللي نزرم الشاشة. المهم رانت البال بزاف على حسب الفيضان هاتي شقة بزاف زود المغامرات هادا تنتو تسكر من الدنيا مازال خصوصا نعمة بزاف حيت نتنا يتعامل اما لا من الدنيا ضين هاكا زرينا سيفر ولا رتيك صوت غواسيف غويتو هما نتنا غير لا دغويدا تدون بين القندار تورين داغ تدون داغ سول مدلي زرع يا سيدي من زري ديالي يا ضني زري ختاماتي مي كاتيني تحي عتيني لو حمس واسيف وكان بدنا تقولو اللي زرين لنا بس اللي قنطرت عتي ماشي بدنا عادي باش انك واضحي بدنا اللي دلعق بدنا اللي يتبعين غير بدنا درس 40 سنة 50 سنة لا نوك غير بدنا قيس 60 سنة عرفت بين اسيف حتى انتني الزرين والدون والريند يخسطر من البر حذاري ثم حذاري حيث يسافر ودي سنين اللي اللعب دائما يخصى بنات ميرا البال حيت الفيضان يشقى غير هادي لكم الصيف الفيضان يدرس وراسو لي لهم زراك اللي هاد لي تير كنا خصوصا شهر واحد شهر جوج شهر تسعود شهر عشرة شهر حداشر كل تلقى القضية أنظار تلقى بزاف الحوايج غير هاد السن مكان الصيف هاد أنا داك شهر تسعود إن شاء الله راه دا غير لهم زر ونكون راه نتمنى ونكون راه الفيضان راه بدا لي لهم زر ديما حيت كل المحتوى غير الفيضان دونك راه نحاول مره مره نديرو نشارك بعد الحادث الفيضان فلاس نقلب وكان نديرو نبارطاجي كرا الحادث اللي قال الفيضان مره مره نشارك نديرو كرا الحاجه الجديد كرا واسي في قال لي جديد ان شاء الله يختم ربي والفيضان يقلم الرشيديات ماشي يسير غير تبارطاجي غيسكا ورسالة انا يدي وينو بارطاجي الفيضانات الرشيدية حيت مش كاين انا تي الفيضان الا مس الرشيدية علاش تصورت علاش اقسم بالكعبة الا ارزرغ مس نترن يبين لي واسف ينقي يويد بزاف هو مان ولكن تسمو كان هاك اللي ديال القضية هنا الحال ماشي مشكل مرة اخرى. المهم راه نتمنى ابدا داخل الشعب ديما العقل السليم غير الجسم السليم وكثر من البال حيت يسافنا هاد الاورجين واللعب زود مدنا غير دارت بينا سيف سي الطريقه عشوائي يقلت لك ربي يقدر ترزق قندرتان يقدر اسيف راه تيزيد يقدر ربما نضر نغواسيف يا ويت نواسيف السلام عليكم او انت لو انت الرئيس هاك اللي تنين بعدي مزيغ. المهم راه نتمنى الفيديو يكون عجب راه نحاول نديرو نبارطاجي كرا الحاجه الجديد وكا تسكروا التعليقات حتى كنا على حساب اسيفاد يعجبي واسيفاد وكا في نفس الوقت ننصح على حساب هادو سكرنا زود التبيني سافن زود غيكا خاصها من البال. المهم نتمنى الفيديو يعجبكم حاولت باش ننصحكم حذاري ثم حذاري من الوداد وبحال هاد النصائح يبارك الله كيقطعوا الواد بواحد الطريقه عشوائيه طريقه عشوائي يقدر القندره تهرس يقدر الوادي يزيد ويهاجم عليهم يقدر يوقع عليهم مصائب كثيره هما كيقطعوا الواد والناس كبار في العقل بالنسبه للعقال وداكشي راه نورمال ولكن الناس كبار في العمر وهما كيقطعوا الواد وغادي بواحد الطريقه كيهضروا بالامازيغه وبالضحك والنشاط وشي وحدين واقفين حتى هما في جنب الواد تما كيشجعوهم كيقولوا ما سير باسي فهاد الواد تقصد والو بس يفرق قصد والو هاد الطريقة وخص هادشي ميكونش خصكم دائما ننصحو الناس بعضياتكم شفتو الواد ردو بالكم شفتي خوكم مسلم غادي يقطع الواد هضر معاه راه هداك الواد صعيب راه صعيب هداك الشيء يقدر يوقع عليك يوقع عليك باش تفهمو حيت كاين بعض الناس زربانين كاين اللي زربان باش يقطع كاين اللي مبغاش يتسنى الواد تيدوز كل واحد هو المهم العقل السليم في الجسم السليم ردوا بالكم حذاري ثم حذاري ما سمعت بانه حالة الطقس يقدر تكون بعد العاصفة الرعدية بعد المدن في المغرب ولكن ما عندناش شي حاجة 100%. المهم هادشي غير سمعتو المهم ربما كانت العاصفة الرعدية غادي نشاركها معكم وغادي نبارطاجي معكم اي حاجة جديدة على عاصفة رعدية على امطار غزيرة اشتركوا في القناة ديالي فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديد تهلاو.